أن تتصدر للترند فهذا لا يعني أنك الأفضل أو أنك محبوب وتقدم محتوى مفيد، فكثير من الأحيان الترند يكون بسبب السخرية وسطحية المحتوى، وهذا ما حصل مع فتاتي السوشيال ميديا نور ستارز ونارين بيوتي، حيث تصدر اسمهم للترند في الخليج والدول العربية بعد خلاف شخصي أقل ما يمكن وصفه بالتافه. القصة بدأت مع اليوتيوبر السورية نارين عمارة صاحبة حساب نارين بيوتي، واللي نشرت فيديو وهي تبكي وتهاجم اليوتيوبر العراقية نور ستارز، متهمة إياها بسرقة فكرتها، وقالت لها أنت خطيرة على المجتمع. ما عم بحكي هجري مشاني بس you're not okay. أنت خطيرة على المجتمع بشكل عام، في ناس بتتابعك، عندك ملايين متابعين، زي حالك اذا انت حدا فاشل رح تضلي فاشل بكز ما عم تطلعي كيف فيك تكوني حدا احسن. قابلتك من امبارح اول امبارح ماتيو بصالون الشعر، حكيتك بكز فكرتك حدا منيح، حكيتك شو ماي بلانز بشو عم حاول اعمل يوم يوم دو ذا سيم ثينج، ما كان ببالك. وات از رونج وذ يو؟ بالمقابل نور ستارز أكدت أن ما قالته نارين غير صحيح، وأن الأخيرة هي من تدعي أنها صديقة لها ثم تتحدث عنها بالسوء من وراءها. أنا تعددت على اسمي، أنا ما بقاضي حدا، أنا أكثر حدا بحاله وأكثر حدا ناجح وأقرب الناس. رفيقي اللي حرمتيني منه سنين اجى قال لي حقيقتك، قال لي شو كنت تحكي بظهري وقد ايه انت مهووسه فيه وقد ايه انت مهووسه بكل اعلان انا بعمله، بس ما حكيت شيء، ضلتني ساكته. جايز هدول الدموع مش تمثيل، هدول الدموع حقيقيين، هي وشلتها بتعرف مين عم يحكوا بظهري ويصلي الكلام اللي عم يحكوا بظهري، وانا ضلني ولما بتلتقى فيه وش لوش بالصالون بتقلي بيب بيب حبيبي كيفك بيب، وانا اصلا وش معقول هي بتحكي عني ما صدق. إضافة لاسمي نور ستارز ونارين بيوتي تصدر اسم البرتقالة المعفنة تصدر لترند وسط تعليقات حولت الفتاتين إلى مادة للتندر والسخرية. عمار علق على هذا الخلاف وقال وتاليتها يعني العالم العربي ما عنده أهم من الانشغال بهذه التفاهات. أما عبد الله فكتب لماذا تهدرين هذه الكمية من الدموع عبثا، رجاء احتفظي بها لأن والله لا أحد يعلم عنك شيئا أنت وأفكارك. روفيا قالت متفقات عشان يصيرون ترند غثيان من حركات المشاهير اللي صارت معروفة. نور أيضا كان لها نفس الرأي حيث كتبت تقول هذا المحتوى اللي متفقين عليه كل وحدة تسوي دراما عشان توصل ترند ويجينا سوق برمضان بعد الحجر حق العام. طبعا الموضوع ما توقف عند هذا الحد، فقد تعرضت نور ستارز لأزمة صحية أدخلتها المستشفى بسبب هذا الخلاف، وطبعا رغم دخولها المستشفى ما نسيت تعبر عن فرحتها بتصدرها لترند، فكتبت الحمد لله على نعمة محبتكم، والله أشوف المنشن ومظلومة أنتوا أهل. يبدو أن نور ستارز شهدت اسمها متصدر للترند، لكنها حتما لم تقرأ التعليقات الساخرة منها ومن نارين، ومو مهم، المهم تتصدر للترند ولو عن طريق التفاهة والتحول لمادة للسخرية. هنا مشاهدينا في الختام نرجع ونكرر دائما لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.